حدثنا يحيى عن شعبة حدثني زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال وقال شيبان ابن شريح الأسلمي فذكر الحديث